محمد. إذن متابعي ومتابعة قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في البث المباشر هنا من مدينة أسيا. نقول لكم أسعد الله يومكم ومرحبا بكم معنا في اللايف. والدة محمد الشاب اللي كان ضيف حلقة شوف تيفي تقريبا هذه واحد جوج ديال الأسابيع، جوج ديال الأسابيع باش كانوا دازوا لنا لايف هنا على قناة شوف تيفي وشتوا المعاناة ديال داك الوليد اللي مريض نفسي تم الاعتداء عليه وضربوه وصلخوه واحد الحارس امن خاص من مستشفى محمد الخامس. اليوم والدة محمد جات من اجل كاش مجموعة من المعطيات تحكي لنا على الحالة ديال محمد، الحالة النفسية ديال محمد حاليا، وفين هو محمد، كيف بقات الحالة ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. سميرة انت مامة محمد؟ مامة محمد. عاودي شنو كان وقع لمحمد من البداية باش نوصلوا لشنو وقع؟ محمد اخويا كان، اولا كنشكرك خويا طه، كنشكر قناة شوف تيفي. محمد كان مريض ليا جاي لثلاث سنين، باش هو مريض نفسيا، وكنت كنعالجو على برا، ولكن ما بقاش عندي ماديا باش انا كندي عند طبيب باش انا نشري لي الدواء. جبتو للسبيطار محمد الخامس، ملي جبتو للسبيطار محمد الخامس جلس واحد سبع ايام، واحد اسبوع فاش ضربو العساس جلس صافي، مبقاش بغا يجلس ليا في السبيطار. هو كان غادي مزيان، كانت الامور غادي مزيان، ولكن مبقاش بغا يجلس ليا في السبيطار. ملي خرج اخويا جلس واحد يومين ولا ثلاث ايام هكا، كانت الامور غادي زوينه، ولكن تزير ليا عاوتاني الدري، مرض ليا بزاف، مرض بزاف، حاول ينتحر ليا. جلس 15 شي 15 دابا باش هو مزير بزاف، و 15 يوم اللي وقع ملي خرج دابا شي 15 يوم دابا هو مزير بزاف ومكرفس، وكل كيتعدى على حالته، ولا حاولت محاوله انتحار يوميا، ولات يوميا. فاش ساعدوني الناس الجماعه وجابوا ورجعوا ليا السبيطار، ملي رجعته مسكين ما بغاش يجلس لي في السبيطار، عرفتي راه كيبكي كيقطع قلبي مسكين. قال لك والو ماما ما تخلينيش، مع دخلوه مع شاركوه مع الناس الحماق، الله يجيب الشفاء يا ربي لجميع المسلمين، شاركوه معاه. بقى مسكين ما كياكل ما تا شي حاجه. انا دابا بغيت غير نخرجوا باش ندير شي طبيب، ولا ندير نشري لي الدواء ولا شي حاجه، ما بقيتش ما عنديش. وليت جالسه مقابله كنطلب من الناس، من المحسنين ومن شوف تيفي، الا كان شي جماعه ولا شي، الله يرحم الوالدين الا ما تعاونوا مع الدري مسكين، هذا الشاب محمد ولدي راه محتاج المساعده ديالكم. الله يرحم الوالدين، محتاج مسكين اللي شد لي بيدو، محتاج المساعده ديالكم. راهو مسكين راه ماشي شي واحد حماق، انسان ظريف، انسان مزيان، وراه مسكين راه كيتقطع، وكاين لو تشوفوه غادي تبكوا، غادي يبقى فيكم هذا الوليد. ما كيستاهلش داك التكرفيس اللي هو مسكين مكرفس. دابا عندي بنيه عندها 17 سنه، في السبب ديالو خرجت لي من المدرسه مرضات نفسيا. عندي بنيه عندها 4 سنين كتبكي مسكينه، ولدات مريضه اللي هي كتقول لي شوفي يا ماما اش ديري لخويا، راه خويا عزيز عليا. ولكن اختي اخويا ما بقيتش كيفاش كندير، كنحس براسي بحال البيبان سدوا عليا. محمد عنده غير انا والله تبارك وتعالى. الله يرحم والديكم الناس المشاهدين والناس المحسنين، الا كانت جمعيه الله يرحم الوالدين الا ما تعاونوا مع الدري، الله يجازيكم بخير. دابا محمد عنده مجموعه ديال المشاكل النفسيه ياك؟ مريض نفسي يا محمد. شنو السبب ديال هادشي؟ عاودي. محمد السبب ديالو الكميه، هي الكميه، هي اللي مرضاتو محمد، هي اللي خرجت عليه. وكان مرض ضرو راسو، اولا فاش مرض شد ليه الراس ديالو، هو ندم على شكمه، داك الكميه ندم على شكمه، بقات كنجري ليه بيا انا على راسو، كندوز ليه سكانير، كنجري دايما، كان كيضرو راسو مزيان، مابقاش كينعس، صافي كيقول لي الموت هذا، الماما مسامحه. من بعد مرض نفسي صافي، ولا دايما كيحاول ينتحر. هو قال لك ملي انا، انت يا ماما ما قادراش عليا وما عندكش المصروف باش انا نصرف عليا وباش تشري لي الدواء، من الاحسن نموت، ما نبقاش معذبك ومعذب راسي دايما. دابا انا شديت ولد اختي ولا جالس معايا في الدار باش نرد ليا لي البال، انا كندير الميناج، عند الناس في الديور، ما بقيتش كنخدم، وليت مقابله، ما بقيتش لقيت لا ما نصير ولا ما نصرف عليه ولا باش نشري ليه الدواء ولا والو. هاد الايام دخل البيت سد عليه شعل العافيه في المضربات، وبغى يجلس في البيت بوحدو تيتحرق، غير جاب الله تا لهالدرجه. غير حتى كنا انا في الدار كنشوف الدخان خارج من تحت البيت، عاد باش عيط لولد اختي ونهرسنا البيت،
طفينا العافيه وجالس قال لك انا بغيت غير الموت، غير خلوني عليكم، انا ما عندكمش باش داووني، غير خلوني نموت. الله يرحم والدينا الناس المحسنين، شفتي في الله يرحم الوالدين الى ما شوفوا من حال الوليد. انا من كثرة الدموع ما كان بكي الدموع نشفوا ليا، ما بقاش الدموع كيخرجوا ليا، قلبي طاب وربي العالم بيا. الله يرحم الوالدين، هذا الوليد راه ما كيستاهلش هذا العذاب، راه 3 سنين وانا كنجري بيه. الله يرحم الوالدين. دابا انت هو دابا ولات عنده هذه المساله ديال كل مره فيما يبقى بوحدو يحاول، فيما بقى بوحدو كيحاول ينتحر وما لقاش الفلوس، ما لقاش باش يشري الدواء، باغي ينتحر. صافي هذا هو. انا كنشري ليه الدواء ملي كندوز ليه عند الطبيب سميتو، كنشري ليه 10000 ديال الدواء في الصيمانه، كدي 15 يوم 8000 كل مره. اش دابا الناس كيسلفوني، مابقاش كيسلفوني حيت دابا انا ما عارفين الخدمه ديالي على قد الحال، مره خدامه مابقاش اصلا مابقاش خدامه، راه عارفين المصروف ديالي شحال ما عارفين. المهم مابقاش الناس كيسلفوني، انا غير كنسلف باش ناخذ لي الدواء وباش كنخدم 60 درهم اخويا، غير الميناج ب 60 درهم. مابقاش خدمت كاع هاد الايام، وليت جالسه معاه ملي خرج من السبيطار، وليت حاضيه جلس واحد يومين ثلاث ايام، كانت الامور غاديه بخير، بقى كيكمي ما والو، جالس معانا، ولكن ملي تزير خاصو اي حاجه باش يتهدن باش ما ينطحرش. والدواء عنده، الدواء شريت ليه الدواء، لكن دابا صافي تقاضى عليه الدواء، تقاضى كلشي، ما بقيتش لقيت باش نشري ليه الدواء ولا صافي. فاش رجعت دابا للسبيطار، ولكن السكر راه كيبكي، كيبوس ليا رجليا، كيبوس ليا عيني البارح، كيبوس دابا ما بقيتش قادر نمشي نشوفو، ما بقيتش قادر نشوفو، حتى كنشوفو كيعنقني وكيبوسني، يقول لي خرجيني يا ماما، بقيت ندير حتى حاجه. قلت له وليدي انا راه بغيت نخرجك وبغيت نديك للطبيب، انا ما نقدرش نديك للدار. وليدي كتعدي على راسك، وليدي خاطر اه، وليدي هو قال لي ماما تقول بقيت ندير شي حاجه، ولكن هو ماشي الخاطر، هو مسكين ما كيشعرش حتى كيديركش. رجعت للدرجه قلت له خاصو الدواء في وسط السبيطار، قالوا سيري جيبي. اه مشيت لعندهم طلبتهم وقلت لهم ودي راه ما في حاليش، راه ما عنديش باش نشري الدواء نهائيا، ولكن فاش يوم جيت عطاوني الورقه قالوا لي سيري شري لي الدواء. شريت لي واحد الفانيد ب 2000 شي 600 بحكاك، وواحد اخر قال لي راه مقطوع باقي ما عرفتش حتى شحال داير. انت دابا لا دواء لا الوليد مباغري وحاطينهم. اه مدمره نفسيا اخويا، وسميتو البنيه مسكينه اللي فرحانه باغا تقرا تاهي، مابقاتش قاريه جالسه في الدار، ولات مريضه ليا حتى هي البنيه الصغيره، ولدي الاخر قال لي انا مابقيتش غنجي عندكم كاع، حتى هو مريض نفسيا. ربي العالم اخويا، كاينه غير انا والله تبارك وتعالى هو اللي كاين، ما كاينش شي واحد كاع اللي يدق بابك ولا اللي يساعدك ولا ما كاينش، كاين الله تبارك وتعالى. هو دابا ما بقاش بغا يريح، ما بقاش بغا يريح لي اخويا، ما بقاش بغا يريح. ودابا بغيت نشوف، غير نشوف نعطيه شي حاجه ياكلها، الماكله ما كيخلوهاش لي، الناس هذوك اللي معاه ما كيخلوش ياكل، يعني اللي دخلتها ليه كياخذوها ليه كياكلوا ليه الماكله ديالهم، ما عنده حتى شي حاجه، ما كتبقى عنده، ما كاينش بوحدو، حيت هو ماشي حماق، هو مريض نفسيا، ولا كاين هذوك المساكين اللي كيشاركوا معاهم كلشي حماق. الله يشافي محمد ويشافي جميع المسلمين يا رب. شنو النداء ديالك؟ النداء ديالي شوف دي في كنطلب منها اللي كانت جمعيه، الله يرحم الوالدين، الا ما تساعد ليا محمد والدي والناس المحسنين، الله يرحم الوالدين، الله يكثر خيرهم. خاص الدواء، خاص لي شد لي بيدو، خاص لي بحال بقيت ديك التقبيله كتعاودي لي الناس عبد الرحيم، عاودي لهم، عاودي الناس يعرفوك، يعرفوا معاناتك، انا كي راكي كتقولي بلي خدامه في الميناء. اه خدامه. اه انا راه امراه مطلقه، يعني انا مطلقه، عندي وليدات، راه عندي دابا 4 وليدات. با ما كيسولش البارح، عيط منصوني، عيط منصوني، هو جالس هو كيبكي وانا كنبكي، هو قال السبيطار هم عين كاين وياه، هو كيبكي وانا كنبكي، وكنعيط عليه، كنصوني كنصوني كنصوني، والو التليفون كيصوني ما كيجاوبش، يعني هو عارفه بلا في السبيطار، وعارف التليفون راه كيشوف النمر ديالنا، ولكن ما كيجاوبوش. قال يقول لي عيط لي بابا يخرجني، بغيتيش تخرجيني انت، عيط لي على بابا يخرجني، ولكن كنصوني عليه، ما باغي، هو انسان ظريف، انسان زوين، انسان باغي يزيد القدام، باغي يخدم، ولكن هو مسكين هذا المرض اللي مرضو، ما بقاش قدر يزيد القدام، ولا كيفكر غير ينطح. ملي رجع كانت الامور غادي مزيان، واحد يومين واحد 3 ايام صافي عاود تزير لي عاوتاني، تزير صافي وعاوتاني الدواء صافي. اه سالا الدواء اللي كتشاري لي انا، سالي لي الدواء، حتى هو ما عطاو لا الدواء ولا سالي الدواء اللي عطيتو كتشاري لي انا، سالي لي الدواء صافي، ولا باغي ينتحر. دخل البيت اش دار دابا مؤخرا؟ فاش البارح انا جبتو، البارح دخل البيت سد عليه، لقى البيت شي سداري وشعل العافيه في البيت، باغي ينتحر. علاش؟ قال لك انت ما قادراش عليا، من الاحسن نموت، ما نبقاش نعذبك وما نبقاش نعذب راسي.
حتى وليدي لا قال لك من الاحسن مزيانه لك ومزيانه لي ماما المسامحه، انا راه غادي نموت صافي ما نبقاش نعذبك وما نبقاش نعذب راسي، من الاحسن لي نموت. انا التفكير هكا بهذا التفكير عندو كنقول لوليدي راه غادي يكون خير ان شاء الله، ربي كبير غادي يكون خير ان شاء الله. ما عندك وليدي علاش تبقى تفكر هذيك الافكار، غير صبر وتحمل وليدي. راه اي واحد مريض اي واحد غير صبر، كيقول لي الصبر هو اللي ما بقاش عندي 3 سنين دابا باش هو مريض. داك الشعور الخايبه اللي كنحس بها انايا والخلعه كتجي في قلبه والشعور خايبه، داكشي قال لك انا راني كان ما كحاسينش بيا، انا قال لك راه انا ما قراش، قال لك نصبر ونزيد في صبري ولكن انا راه ما بقاش عندي الصبر. نعم اخويا رقم الهاتف اللي عطيتيه ما عنديش في الواتساب ديالك. لا ما عنديش في الواتساب. 06 49 10 98 91. عاودي 06 49 10 98 91.